ناقش مجلس النواب برئاسة يحيى علي الراعي عددا من القضايا وإيجاد حلول مناسبة لها، ومنها صرف مرتبات الموظفين. نقاشات مستفيضة دارت في أروقة مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عن الأوضاع التي يمر بها البلد رغم غياب الحكومة عن الحضور، والتي من المفترض أن تقدم رؤية متكاملة من الحلول لمجمل القضايا الوطنية، ما أثار حفيظة أعضاء المجلس. هناك التزام أدبي والتزام خطي تقريبا أنه يتم حضور الحكومة يوم السبت بتقديم المعالجات النقاط اللي تم النقاش فيها، والتي لبثت الجلسة تقريبا إلى قرابة الساعة 10 مساء. إلى اليوم لم يأتي من الحكومة جديد، وكأن الأمر بالنسبة للحكومة شبه استهتار، وهذا أمر أعتقد لا يليق بمعاناة الناس، الذي أصبح اليوم جميع موظفي الدولة في أشد ما يتصوره العاقل، لا يمتلكون القوت الضروري. الحكومة المبجلة التي تجي كل يوم بين فترة وأخرى تأتي إلى المجلس وتعتذر، قد أمورهم جاهزة يجوا يقدموا لنا ما هي المعالجات، ما هي الحلول. رئيس المجلس دعا الحكومة إلى تحري المصداقية والشفافية والعمل بجدية تجاه الخدمات والمشكلات الاقتصادية التي تواجه المواطنين. بدأنا في هذه الشفافية، أنا أعتقد عتكون الوزارات والإدارات وغيرها للأكفة، مش للمجاملات ولا للوساطات ولا لشيء، يقدم ملفه وشهاداته وخبرته، والموجودين يفحصوا ويختاروا، وإذا جدينا كلنا ما يكونش إن شاء الله عائق أمامنا. المجلس دعا الحكومة أيضا إلى سرعة صرف مرتبات الموظفين وتوضيح العراقيل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ ذلك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوزها وصرف مرتبات الموظفين. ستضعنا على قناعة وتضع الشعب على قناعة أن ما لديها تسلم للشعب، يا أخي نص راتب 30% 5%، أهم شيء يكون قدوه فعلا الإيراد الحقيقي. أما أن تأتي الإيرادات وتنهب الى خارج خزينه الدوله ونشي مرتبات، هذا ما يبش قناعه. خلونا نسلم حتى 20% من مرتباتنا، بس تكون مواردنا كلها ضبطت المركز البنك المركزي وسلمت للموظف بشفافيه وصدق. لم تكن قضيه استحقاقات المدرسين والمناهج الدراسيه بمنأى عن محاور ونقاشات المجلس الذي الزم الحكومه بسرعه ايجاد الحلول والمعالجات بشكل متكامل لهذه الاشكاليات. العام الدراسي بدأ، كيف كان يتم العام الدراسي؟ كان في عطلة، العطلة هذا يتم يعني توفير المناهج، توفير كل الأشياء والمدرسون، بحيث أن يبدأ العام الدراسي الجديد وكل شيء جاهز. لكن للأسف الشديد الآن العام الدراسي بدأ والمدارس بشكل عام مغلقة. طيب إيش الحل؟ في ظل غياب وتساهل حكومة الإنقاذ مع دعوات مجلس النواب لتقديم رؤيتها لحلول مجمل القضايا الوطنية، لا يزال الأمل هو السائد لدى كافة أعضاء المجلس بأن حلولا عاجلة ستتخذها الحكومة في مختلف القضايا والموضوعات الوطنية. أكرم سران، اليمن اليوم. عبر وزير الخارجية المهندس